دائما كنتواجدوا بإمو الزار مرموشة العزيزة اللي كتزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية كيف ما شفنا من قبل، والعديد ما كيعرفوهاش هاد المنطقة الرائعة. ومن بعد ما قدمت لكم مجموعة من الفيديوهات التعريفية في هاد المنطقة الجميلة، في هذا الفيديو غادي نرجع بكم الذاكرة التاريخية والأحداث البطولية ديال أبناء إمو الزار مرموشة اللي كيحتضنها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير. وغادي نشوفوا كيفاش كانت التضحيات ديال هاد الشهداء كان عندها دور مهم في استقلال المغرب. والفضل في زيارة هذا المتحف أو الفضاء كيرجع للسيد أحمد تصفصافت اللي رشدني أنني نجي لهذا الفضاء الرائع، وكذلك السيدة إكرام الحاضقي المشرفة على هذا الفضاء اللي أهدتنا من وقتها وتقاسمت معنا معلومات تاريخية اللي استحضرنا معها تاريخ المغرب العظيم وتاريخ إمو الزار مرموشة المجيد من خلال أروقة وقاعات الفضاء. صديق والمرشد وصاحب جديد سيكشن ساعد لعدم الفضاء. شكرا يا صديق كل شدني لهذا المتحف هذا وقلنا ما فيها بس نجيو نزورو. مرحبا. هذا مهم الفضاء ديالنا، هو اصلا يعني هو متشين المندوبية السامية، تابع المندوبية السامية لقيادة المقاومة واعضاء جيش التحرير. ويعني كيفاش جات الفكرة باش يأسسوها مثل هذه الفضاءات؟ هو اصلا كما نقولوا عرفانا وعرب وفاء البطولات وامجاد ديال رجال المقاومه واعضاء جيش التحرير في مختلف مناطق المملكه. وهنا يعني من حسن الحظ ان إمو الزار مرموشة كتسخر بهاد المكان، يعني فاش داروا الفضاء فهو كما نقولوا اسم على مسمى، هو معلمه تاريخيه اولا لانه كان قياده استعماريه سابقا، هنا كمان كان يسمى بمكتب يعني الشؤون الاهليه، هنا كانت تضع يعني كان القائد نقول الكوماندار كان يعرف بالكوماندار بوفي بالتالي لاحقا. هو هنا كانت تدار اغلب يعني الحملات التي كانت تشن على قبائل إمو الزار مرموشة واقليم بولمان، وهذا تاسس في سنوات الخمسينيات، ما عندناش التاريخ اكزاكت ولكن شي كيقول 1952 شي كيقول 53، المهم سنوات الخمسينيات خسرناها في هذا اللقط هذا. اللي نقدر نقول لك على هذا ان الناس اللي ساهموا في بناء هذه القياده ولا هذه المعلمه التاريخيه فهم ابناء المنطقه، من المسجونين من المعتقلين، يعني راك كتعرف كيفاش كانت الخدمات بالاكراه يعني كان تعذيب، كان وكانوا يجيو من الحجر على ما عرفش المنطقه بالضبط، منطقه راس سعيد اللي هي كانت واجده تقدر تكون زرتها يعني سابقا. وشنو نقول لك يعني كما قلت الحس
حسن الحظ ان هذا الفضاء اسمعنا مسمى، واصلا يعني ماشي غير هو تاريخ، هو تاريخ وكان هو فخر ابناء المنطقه، والمنطقه اللي هما قاموا بواحد الثوره اللي هي عظيمه كنسميوها الثوره اللي كانت الاساس ولا الشراره اللي تلقى عمليه جيش التحرير بالشمال. يعني الا سمعتي جيش التحرير بالشمال راه كانت الانطلاقه ديالو الفعليه من ايمو زمر موشا، كانوا يعني حضروا واحد الثوره هائله كانت تعرف ثوره 2 اكتوبر 1955 اللي كان القائد ديالها على حسب ما كيقولوا يعني كان ميمونو عطا الياس وكان احمد الدخيسي وكان احمد كريم اوكسو، هادو ثلاثه ديال الرؤساء الخلايا رموز جيش التحرير. دون هاد الناس كانوا اسوا واحد سبعه الخلايا، هاد سبعه الخلايا غادي يهجموا لنا على المواقع العسكريه الفرنسيه بالمنطقه. من ضمن هاد المواقع هاد السكن العسكري، كنعتقد انك كنتي بالزياره ديالها، هاد السكن العسكريه اللي كانت من ضمن ما كانت كتضموه هو المخزن او مستودع الاسلحه. هاد مستودع الاسلحه كانوا المخططات الاستعماريه والمخططات الهجوميه ديال اعضاء جيش التحرير، فدونك اقتحموه واستطاعوا انهم يخرجوا مجموعه من الاسلحه. علاش؟ باش يستمروا في النضال. هذا من ضمن المواقع اللي كان يعني من بين الاهداف ديال رجال المقاومه بإيمو زمر موشا. كاين منزل الكوماندار بو اللي هو حاليا منزل كيسكنوا فيه حتى القياد ديال المنطقه حاليا، يعني مصطفى ولا يعني ولا تورس بصح. وهذاك المنزل بالضبط كان توفى فيه ما يعرف الكوماندار بو، هو القائد اللي كان بالمنطقه انذاك، يعني هنا كان كيحكم داك البيغو في ديك القاعه. حنا غادي ندخلوا القاعه تاع المتحفي، تما كان كيصدر الاوامر ديالو، كان كيقتل في ديك المنزل ما عرفتش ولا عليك السيد احمد ولا مازال وراه عليك. دونك تما كان توفى ما يعرف بكوماندار بو، كان مجموع ديال رجال المقاومه، وكانت الخليه اللي هجمت عليه هي الخليه ديال ماغيس احمد ماغيس الشهيد. هذا راه كان توفى اصلا، كان توفى في مخزن الاسلحه، يعني كانوا مجموعه من الشهداء رحمه الله يعني كما نقولوا. المهم داك الكوماندار بو توفى، يعني كان تم اصابه الرصاص في الراس ديالو. اللي سلم داك الهجوم هو الزوجه ديالو والابناء ديالو، لانهم استطاعوا انهم تخباو في المخباء، مش نقولوا حنا المدفاه داك المدفاه يا فوالا المدفاه، وبقاو تما حتى جات التعزيزات العسكريه من صفرو ومن فاس باش استطاعوا انهم يعملوا الهجوم. بعدا بدا في الوحدات الليل، قولوا انا في وحده الليل بعد ما اجتمعوا الرجال المقاومه تقريبا 100 و120 كانوا اجتمعوا في منطقه راس العين، تما توزع الاسلحه اللي كانت جات من الناظور، من الناظور لان ميمون عطا الياس كان على اتصال بعباس المساعدي، هذا اللي تسمع به راه حتى هو عضو من اعضاء مؤسس جيش التحرير بالشمال، كانوا على اتصال كانوا كيتلاقاو في فاس. وهذا السلاح جا من السفينه الدينائيه اللي جبتهم من القاهره، انا اذا كنت نسمع محمد عبد الكريم الخطابي راه كان في ايطاليا فاش جا تحرير المغرب العربي، فباش ما نهضرش معاه على التاريخ يعني باش ما نخرجوش عاوتاني على السياق. قلنا كان نديو الاهداف هاد منزل الكوماندار بو، هاد السكنه العسكريه، وكانت السكنه دو كاسكاد. هاد السكنه دو كاسكاد كان كما نقولوا سجن المعتقلين، يعني تم يعني الاقتحام ديالو من طرف رجال المقاومه، وبالتالي تم اطلاق سراح يعني السجناء المرموشيين. ايضا من ضمن يعني الخليه اللي كانت هجمت على ذاك التكنه هو خليه احمد الدخيسي، هذا من ايت بازا، راه مجموعه من القبائل كانوا يعني شكلوا هذه الخلايا. وكان عاوتاني من ضمن الاهداف كان منزل الحارس المياه والغابات، هذا ما بقاش خلاص ما بقاش الاثر ديالو من الاثر، التكنه الكاسكاد مازال يقدر يوريها لك السي احمد. بون واللي نقدر نقول لك ان هذه القياده هذه ولا هذه الاداره بالاساس انها استمرت كقياده حتى بعد خروج الاستعمار. ومن ضمن الاشخاص اللي حسن الحظ اللي مارسوا المهام ديالهم هنا كقائد هو ميمون عطا الياس اللي كان مؤسس جيش التحرير بالمنطقه، فهو حتى هو مارس المهام ديالو هنا، يعني استمرت كقياده الى غايه 2007، تم الاقفال ديالها الى غايه 2009، غادي تحاول المندوبيه الساميه غادي يتم التفويت ديالها، وغادي يتم يعني الترميم ديالها والتدشين ديالها من طرف المندوبيه الساميه، وبالتالي غادي تصبح كما نقولوا رمز للتاريخ ديال ايمو زمر موشا، فيحق يعني لابناء ايمو زمر موشا انهم يفتخروا بهذا الفضاء اللي كيضم مجموعه من المرافق. كاين قاعه العرض المتحفي، هذه القاعه حنا غادي ندخلوا فيها اللي كتضم مجموعه من الصور اللي كتارخ الاحداث التاريخيه بالمغرب، هذه خصوصيه حق جميع الفضاءات بالمغرب. وكاين يعني كنديروا فيها حتى المعروضات اللي كانوا مطلوبيها المقاومين ديال المنطقه ولا ديال الاقليم ككل. حنا ماذا بينا حنا كنديروا يعني تعبئه لرجال المقاومه
انهم يزودونا بهذه المعروضات، سواء تكون وثائق، سواء يكون يعني بحال نقولوا السلاح الابيض، الاخر الرصاص، الالبسه، يعني كل ما يمس المقاومه ولا كاع اللي تم الاستعمال ديالو خلال فتره المقاومه. وحاليا ملي كندخلوا حتى التراث، اذا كان شي حاجه استعملت ديك فتره المقاومه سواء الزوجه الارامل ديال المقاومين ولا، فكنحاولوا يعني باش نزودوا الفضاء وتبقى كما نقولوا هذا مرجع للاجيال الصاعده. يعني هو هنا كيستحضروا البطولات والافجاد ديال الاباء ديالهم، ديال الاح ديال الاجداد ديالهم، يعني هنا الصوره كتكون ابلغ انها كتسخ داك التاريخ كيخلي فوالا فوالا فريمون احسن من الكتاب دابا ولا كما نقولوا متجاوز. فاصلا ما عندناش حتى الوقت، ولكن الصوره الا قدر الانسان انه يشرح ويقول لنا المعلومه كتكون كيكون ابلغ فوالا الاجيال الصاعده اكثر من انك تبقى تلقي هكا فصح كيجي شويه ديالنا. وعندنا كذلك مكتبه، مكتبه اللي كتضم كل ما يهم الحركه الوطنيه بالمغرب، الحركه الوطنيه، المقاومه، اعضاء جيش التحرير العملي اللي قام بها جيش التحرير المؤتمرات المغربيه، يعني في جيش التحرير الجنوب، جيش التحرير الشمال، المقاومه المسلحه، المقاومه السياسيه، الحركه الوطنيه كله. وهنا عندنا واحد الانجاز اللي كديروا دابا المندوبيه الساميه هو من قسم الحرب، ان هذا شنو هذا كيهضر على عمليه جيش التحرير، هذا عباره عن مقالات، ولكن او ميم طون عندنا نبذ، نبذ واستمارات على المقاومين ديال مجموعه المقاومين ديال مختلف المناطق اللي قاوموا مختلف مناطق المغرب. حتى المزمر مشا كنحاولوا اننا نديروا شهادات حيه ونديروا استجواب باش كيحكيو لنا يعني كيفاش ساهموا في النضال المنطقه ودافعوا على البلاد ديالهم ضد المستعمر الفرنسي. المقاومه السياسيه، هادو المؤلفات ديال مجموعه من الباحثين والاوطون. ها شنو هاد المؤلفات؟ حنا كنخصو ما بين 1912 حتى 1955، التاريخ الحديث والمعاصر. يعني اللي عنده شي كتاب، وحنا كنحاولوا كاع يعني الطلبه كنشجعوهم انه اللي عنده غيدير شي بحث في هذيك الفتره المؤطره ما بين 1912 و1955 فمرحبا به. علاش؟ حتى المندوبيه هي اللي كتكلف بالنشر ديالو وكيكون من ضمن يعني المعروضات اللي كتخدمها المندوبيه وكيتحط في الخزانه ديال الفضاءات. واحد السؤال استاذ، بالنسبه للاقتناء ديال هاد الكتب واش ممكن الاقتناء ولا الكراء ولا مثلا؟ لا، عندي اقتناء وعندي بيع. ديزون كاينين موسوعات التأجير مثلا، هذيك ما كتسلاش، هادو صوف هذيك ما كتسلاش. انا عندي كنبيع، عندي جوج مطالعه وما تبقى فهو كله للبيع. الاقتناء اجي اقتني اللي بغيتي، ما عنديش مشكل، غير معايا محدد يكون ليميتي. مرحبا بك، عندي الطلبه كنتعامل معاهم، تكون كتشوف الفوتو ديالو، الفوتو ديالهم كنسجل السنيه ديالك اجي. اسماعيل ما خلاش ولي معاك.
كنا من الحجارة وقطع ديال الحديد استعملت من طرف واحد المجموعة ديال المقاومين في الانتفاضة ديال 2 أكتوبر في 1953 في إيموزان ومشي. هذا حزام اللي هو حزيمة لحمل الرصاص استعملها مع أعضاء جيش التحرير في الثورة 2 أكتوبر في إيموزان ومشي. هذا واحد الرصاص السيدة جميع المعلومات اللي كتخص
هذا المتحف هذا سواء التاريخية أو المعاصرة، وحاولت تربط ما بين الحاضر والماضي عبر وثائق ويعني كراسات أو كذلك كتب اللي مدون فيها هذا التاريخ ديال المغرب أو تاريخ المحلي المنطقة موسى. فكنشكر لها وكنقدم لها رسالة الشكر. بالنسبة للمعلومات كيف ما شفتوا معنا فكنت مسهلكم السيدة إكرام، أما بالنسبة لي أنا فكنوجه رسالة لجميع